الآن أعزائي المشاهدين، في هذه الليلة سيتم النزال الكبير الريماتش بين فرحان العلي ومشعل الفرحان في بطولة جي اف سي 7، ترقبوها الليلة. الآن النزال الثالث لوزن تحت 61 كيلوغرام بين محارب الركن الأزرق فؤاد الشامي. إذن فؤاد الشامي الحاضر من المملكة الأردنية الهاشمية للمنافسة، طبعا جاي بالكوفية الأردنية. فؤاد الشامي متحمس لهذا النزال، أول ظهور له، طبعا لاعب متخصص في الموي تاي والكيك بوكسينج، لاعب قوي جدا في السترايك، وكيف لا ومع طبعا علي التعمري وجلال العجة، خير مدربين وابطال المملكه الاردنيه الهاشميه اليوم عندنا في هذا في بطوله جي اف سي 7، خير لاعبين الاردن ومن اقواهم ومن اقوى ايضا المدربين. لعبه حماسيه جدا مع علي شاهين، في تقارب جدا في مواصفات الجسم، وطبعا الستايل يختلف. علي شاهين متخصص في المصارعه من فريق وور لايونز، من طبعا عمرو حافظ. والآن محارب الركن الأحمر علي شاهين. طبعا أعزائي المشاهدين، النزالات راح تحمى أكثر وأكثر وأكثر. النزال الثالث لهذه الليلة لوزن تحت 61 كيلوغرام بين محارب الركن الأزرق من المملكة الأردنية الهاشمية، الوزن تحت 61 والطول 167 سنتيمتر، متخصص في الموي تاي والكونفو. رحبوا بالمحارب فؤاد الشامي. محارب الركن الأحمر من لبنان، الوزن تحت 61 كيلوغرام والطول 169 سنتيمتر، متخصص في القتال المختلط،
في رصيده فوز واحد وبلا خسارة، فاز في بطولة جي اف سي امتش. رحبوا بالمحارب علي شاهين. هذا النزال الحكم بليك جرايس. Okay guys, you know the rules. I expect you to follow them. If you want to touch gloves, do it now. Back up. We're going to fight on the bell. Best of luck to you both. طبعا حماس كبير. نسمع تعليمات من المدربين. بدأ النزال. لو كيك جس النبض شباب. علي متى يعني ما اعطي الموضوع فرصة. برافو علي. الآن لك ما كانت طبعا من الشامي. علي قاعد بيعمل سيركل بشكل جيد عشان يتجنب. علي قاعد بحس اللاعبين قاعدين بحسوا ببعض ايش عندهم من لكمات وقدرة على الاسترايك وديفنس للتيك داون. شوف علي بعد شوي راح تلاقيه شات على التيك داون. لو كيك داخلية من فؤاد الشامي يردها علي شاهين. لغاية الآن في ترقب كبير من اللاعبين. حاولت لكمات من فؤاد الشامي. شوف يحاول يخدع فؤاد بينزل تحت أو من علي شاهين. راوند كيك على الجسم. علي لازم يبدأ واحد منهم يعني يشتبك أكثر. لغاية الآن شباب ماخذين وقتهم مو مستعجلين بالفايت. ضربات لو كيك وضربات على الجسد. لو كيك قوية من الداخل من فؤاد الشامي. لكمة من فؤاد. لكمة طبعا واسعة خطافية يمينية من فؤاد ولكن علي حافظ على المسافة. الجمهور علي نزل على الأرض ولكن رجع قام على طول. برافو علي. لكمة كانت قوية من فؤاد. أعتقد أن الضربة كانت إخلال للتوازن وليس فقدان للوعي. لغاية الآن علي قاعد بيدور على النقطة اللي يدخل فيها للتيك داون. أبركت طويلة من فؤاد. أخذ أكثر من ضربة لوكيك. علي شاهين على نفس المنطقة. الرجل الأمامية لو تعب. شوف هذه من الداخل بدأت أشوفها تصير حمراء عند علي شاهين. لكمات في تنويع ما بين لكمات وركلات من لاعب الركن الأزرق فؤاد الشامي. ضربة إجت على طبعا المقتل. شوف علي فؤاد عفوا علي شاهين لاعب في منتهى يعني ما حاول يمثل على طول بدي ألعب. مقاتل علي شاهين مقاتل. قاعد بيفتح اللعب بشكل ممتاز فؤاد الشامي. هو يعني عنده رغبة بالاشتباك أكثر من علي لغاية الآن. عدى ثلاث دقائق من الجولة فاضل دقيقتين. نشوف طبعا لغاية الآن اللاعبين ما في اشتباك كامل. لو كيك قوية خارجية من يمينية من فؤاد الشامي. ما في اشتباك لغاية الآن. فؤاد أكثر ضغطا يعني لو بدك تحسب نقاط سترايك فؤاد سجل نقاط سترايك أكثر من علي شاهين في هذه الجولة. شوف تعب شوف رجله صارت حمراء. علي شاهين لازم يبدل الحين الوقفة. لازم يخلي إجره اليمين قدام واليسار ورا علشان اليمين تضرر الإجر اليسار تضررت كثيرا لأنه فؤاد ضربها كثير باللو كيك من الداخل ونشوف عليها الحمار. هاي صارت تخضر وحتعيق علي في ضرب اللكمات والتقدم. علي ليش مش ماخذ اللعب للارض للحين؟ ايش مستنى ما بعرف. علي بيحكي اني انا ما تاثرت ولكن لا اللوكيك قويه جدا من فؤاد ومؤثره. لكمات قويه من فؤاد الشامي. علي ايش موقفك مع فؤاد؟ فؤاد ما شاء الله من سترايك قوي جدا. انت الان عندك سلاحك المصارعه. لكمات قويه من فؤاد الشامي. نزلوا على الارض فؤاد. علي شاهين الآن
طبعا يحاول انه في الجارد، قاعد لكمات قويه من فؤاد. علي قاعد يحاول يحمي نفسه. الحكم راح يطلب منه الان انه يشوف منه اكشن. الحكم طلب منه انه يشوف منه اكشن. لغايه الان صد اللكمات علي شاهين، صد اللكمات علي شاهين. 10 ثواني على نهايه الجوله، 10 ثواني على نهايه الجوله. لكمات جراوند اند باوند، ولكن طبعا علي شاهين عامل. انتهت الجوله، انتهت الجوله. برافو برافو برافو، مستوى رائع من اللاعبين. إذن بداية الجولة الثانية بين نزال لاعب الركن الأزرق فؤاد الشامي ولاعب الركن الأحمر علي شاهين. يلا علي الآن وفؤاد، بدنا نشوف اشتباك أكبر. خلص، عرفتوا بعض الآن. الآن وقت تنفيذ الخطط. أيضا لوكيك قوية من فؤاد الشامي. اوه، خطفية قوية من فؤاد، يسارية. شغال على اللو كيك فؤاد على نفس النقطة، على نفس النقطة. طبعا بذكرنا في لاعب في منظمة اليو اف سي باربوزا المتخصص، او بيحاول ياخذ التيك داون، اخذها بشكل يعني خاطئ، نزل راسه ومشي مسافة بعيدة. بس نشوف ايش نهايتها حيكون. كويس انه ما اعطاه ركبة فؤاد، كويس ان فؤاد ما انتبه عليها واعطاه ركبه، لانه نزل بشكل خاطئ علي شاهين، مش نزله المصارعين اللي شفناها منه في البطوله الاولى. طبعا حضور جماهيري قوي وتفاعل مع اللاعبين. لو كيك قويه من الخارج، بنوع بين الخارج والداخل فؤاد. انتظار الاشتباك، يحاول. اوه لكمات، اوه اخذ اللعب الى الكيج، ولكن فؤاد مو قاعد بيكمل. فؤاد لو بيكمل بيخلص. فؤاد مو قاعد بيكمل. الجمهور بدا يهتف باسم علي. علي طبعا يعني مقيم في دوله الكويت، وبالتالي يعتبر بيلعب على ارضه. في يعني نديه وتكافؤ بين اللاعبين، ولكن اعتقد على أوراق الحكام فؤاد هو المتقدم. لكمة قوية، جاب ممتاز، حافظ فيه على المسافة فؤاد. وان تو، جاب كروس من فؤاد، أيضا اللو كيك علي شاهين. أنا بنصحه أنه يغير الوقفة. أوه، علي شاهين، علي شاهين يعني بيعلن من خلال الستيب هذا اني انا في كامل لياقتي، والنزال ما زال في بدايته. طبعا دقيقتين ونص عدت على نهايه الجوله، يعني منتصف الجوله الان. حكم يطلب من اللاعبين. اوه لو كيك على نفس المكان ايضا. علي شاهين يعني المفروض تحاول مرة ومرتين وثلاث مرات على التيك داون، ليش رهبان التيك داون؟ طبعا ضربة على المقتل. شوف تقارب باللياقة، تقارب بالمهارة، بس ما شفنا طبعا سيطرة، محاولة للسيطرة على النزال. فؤاد مش قاعد بيدخل. فؤاد اوه لكمة قوية من فؤاد. لو كيك
من الخارج ومن الداخل. لكمات قوية من فؤاد، يحاول يرد عليها علي شاهين ولكنها كانت طائشة. لكمة أيضا قوية من فؤاد، اليسار عند فؤاد ما شاء الله رائعة جدا. علي شاهين يلا ادخل في مود الفايت، ميدل كيك من علي شاهين، ولكن الفوتورك قوية جدا ممتازة عند فؤاد، يعرف يدخل ويعرف يطلع. باقي دقيقة على نهاية الجولة. لكمة قوية من فؤاد. لكمة يمينية خطافية من فؤاد، بس فؤاد مش قادر يكمل. علي شاهين طبعا مش في مود الفايت اليوم، يعني انا اقدر اجزم انه علي شاهين مش في مود الفايت لغاية الان. لغاية الان احس علي شاهين يبحث عن فرصة تقدم. خلص ضايل 10 ثواني على نهاية الجولة. ضايل 10 ثواني على نهاية الجولة. لو كيك ايضا انتهت الجولة الثانية. ايضا في هذه الجولة اعتقد انها جولة لفؤاد الشامي. علي شاهين ما كان له نصيب في الجولة الأولى ولا الثانية. وطبعا الحين يتلقى من سيد الاسترايك علي التعمري. طبعا نشوف الآن عمرو حافظ بيحط التلج على ساق علي شاهين. طبعا وهذا من لأن هاي الحين بدأت تورم، علي شاهين راح يحس الآن بتخدر في هذه المنطقة تمنع هاي المنطقة وتعيقه عن ضرب اللكمات أو الركلات، يعني حتى الفوت وورك تبع علي شاهين راح يكون صعب. أعتقد أنه طبعا هذا الموضوع في إيد القضاء، أنه يجب أن يفوز، إذا عايز يفوز في هذا النزال يجب أن يفوز بالقاضي أو الاستسلام، لأنه فؤاد سيطر على الجولتين وحقق فيهم نقاط أكثر، سيطرة أكثر، رغبة أكثر في إنهاء النزال كانت من فؤاد الشامي. الآن خلينا نشوف هذه الجولة. ما زال الترقب في الجولة الثالثة بين اللاعبين، يعني شيء غريب. لكمات قوية من فؤاد. فؤاد بحاول يضرب ضربة انها تكون قاضية، ما بعرف ليش، يعني بيستنى بيضرب ضربات هاند ميكر قوية جدا، ممكن يفتح اللعب ويعني ياخذ اللعب الى الكيج ويبدا هناك بعدين يقوي لكماته شيئا فشيء، يعني او يكون في شيء من التمويه، ما بعرف. هو بيضرب لكمة يعني تكون قاضية. ايضا لو كيك على نفس المنطقة من فؤاد الشامي. اي لو كيك من الداخل. علي بدأت اجره توجعه تماما، بدأ يحس بالالم، حسيت نط عليها. الفوت وورك عند علي تأثر جدا، حتى حيأثر عليه لو بفكر ياخذ تيك داون. يلا علي الحين فرصة التيك داون، هيك راح تروح عليك الجولة كلها. فؤاد مسيطر لغاية الآن، بس فؤاد كمان عليه عتب إنه مش قاعد يدخل. ما بعرف ليش فؤاد مو قاعد بيدخل، لأنه أعتقد إنه بالسترايك يعني ما شاء الله واضح إنه متمكن، ولكن يجب إنه يعني خلص يدخل. لو كيك أيضا، شوف الحمار على جهة الركبة اليسار لعلي شاهين من أثر الضربات اللو كيك المتكررة. حاول أخذه على الأرض، الآن حاول ياخذ الجلاتين علي شاهين. فؤاد لازم يرفع راسه ويرفع حوضه عشان يخفف الضغط عن نفسه. ما اعتقد انها كامله، مو كامله، لا حتى ايد علي شاهين ثاني برا مو كامله، بايد واحده لازم بايديه الثنتين يمسك. الحين فؤاد يحاول يرفع، اذا اخذ البوستر فؤاد راح تكون مشكله. كويس ان علي جنب الكيج يحاول انه يحد من
فؤاد الشامي. فؤاد لازم يحاول يسحب شوي برا علشان يعرف يعمل بوستر جراوند اند باوند بشكل صحيح. شوف من زاوية أخرى. نعم هذه الزاوية احنا بنشوف بيحاول يتخلص، بيحاول يعمل بوستر. علي شاهين بيحاول انه يلمه كطبعا حركة دفاعية. ما في محاولة لسبمشن، الحكم بيقدر اعتقد في اي وقت، ما في اكشن، بيقدر الوقت اي وقت الحكم اذا قرر انه يوقف اللعب لوضعية الاسلام. من فؤاد، ولكن لكمات قصيرة وغير مؤثرة. حكم طبعا وقف الاكشن، ما في اكشن. حكم قرر الان انه طبعا يعيد النزال الى وضعية الاستان. باقي دقيقة وعشرين ثانية على نهاية الجولة الثالثة والاخيرة، وتقدم لفؤاد الشامي لغاية الان. علي يعني انا مني منك ببيعها الحين، انا في مرحلة هاي انا ببيعها خلص، ما تفرق معاي الخسارة بالنقاط او بالقاضي او اي شيء، المهم اعمل اداء. فؤاد لغاية الان ما عمل اللازم لينهي الفايت، لا ينهي، ولكن هو طبعا يعني مشي في هذا الطريق، في طريق انهاء الفايت، ولكن لغاية الان ما كمل. يعني فؤاد سهل عليه انه يكمل في اي وقت، يكمل ويضغط ممكن يخلص الفايت بضربة قاضية. ولكن علي ايضا، علي لاحظ في هذه اللعبة انقذته اللياقة. 10 ثواني على نهاية الجولة، أو لكمات قوية من انتهت الجولة الثالثة. إذن أعزائي المشاهدين، بعد 3 جولات وبإجماع القضاة فاز لاعب الركن الأزرق فؤاد الشامي. تحية للبطل علي شاهين، أديت اللي عليك، الله يعطيك ألف عافية. ألف مبروك للبطل الأردني فؤاد الشامي، تحية يا جماعة. أعزائي المشاهدين، جمهورنا الكريم، أنا طبعا مع البطل الأردني فؤاد الشامي الذي حضر من الأردن للمنافسة في هذا الحدث. فؤاد كلمنا عن هذا النزال، يمكن أنقذتكم اللياقة طبعا، متقارب الأداء والأسلحة بينك وبين المقاتل، لكن ما شاء الله أنت كنت متميز بالإسرائيل. كلمنا عن الجيم بلان لهذه الليلة. والله أنا كثير مبسوط أني لعبت بمنظمة جي أف سي كأول بطولة إلي أم أم أي. بشكر الكابتن صالح على هاي المشاركة، طبعا كل هذا إنجاز إلي إن شاء الله بفضل الكوتش تاعي، كوتش علي التامري، وبإخواني الأبطال، الكل التيم موجود معنا، جلال دعجة ويوسف أبو شريخ وعز الدين الدرباني وجراح السلاوي. بشكر كل واحد وصلني لهاي المرحلة عشان ألعب هيك فايت. ألف مبروك للبطل الأردني فؤاد الشامي، تحية يا جماعة. أعزائي المشاهدين، جمهورنا الكريم، سيكون بانتظارنا مين ايفنت ناري في هذه الليلة بين